مهزوز اليوم، حارس سبب رئيسي بخسارة الفريق. مهزوز هو من بداية مهزوز. ما كان قدر حارس؟ اي إيه. طبعا الهدف الأول تحمله هو، كذلك ضربة الجزاء كان ممكن يعني يتعامل وياها بطريقة بالضبط. تعاملين كان المهاجم منحرف على جانب، يعني ممكن كان يتعامل بشكل آخر، فهذه يعني أكد يعني الوضع النفسي هبط على الفريق القطري. حتى الهدف الأول مالهم صحيح من لغة. لا كان اوف سايد بعد، لا بالفار بعد التحليل جمال الغندي طلع هذا التقنية ما بعد الفار، ما بعد الفار تقنية الاوف سايد تجيب لك اياها بالملة. اي هذه رجع تدخل اكو تلاحظون التقنيات اللي قامت تدخل على كرة القدم والتطور. انا تفاجأت من الحكم التجا للفار، يعني الهدف ما كان باي شكل بهذا الموضوع. اي بس اجى اعاز، اجى اعاز بدل الفار، بس بعدين طلعت رجله صح. يعني هذه التقنيات مهمة أكيد. لو سألتك عن هذه النتيجة ستؤثر على أداء المنتخب القطري في المواجهات القادمة؟ أكيد. شوف المباراة الأولى جدا جدا مهمة بهذا الموضوع، راح أواجه فرق كبيرة، يعني فريق السنغال وفريق الهولندي فرق كبيرة، يعني ما أظن أنه يعني يسمحوا لهم بهذا الموضوع. ومثل ما قلنا هذا الوضع النفسي اللي أثر عليهم خلاهم أمام ضغط كبير، أمام جمهورهم، أمام ناسهم المسؤولين، فهذا تلقى التحفيز النفسي.